إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير. إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير، القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الواعدين. قارئنا في حلقة اليوم هو محمد بن علي بن راشد العبري، البالغ من العمر 15 عاما. محمد طالب بمدرسة الشيخ ماجد بن خميس العبري بالحمرة، يهوى القراءة وكرة القدم ويتمنى أن يصبح مهندسا. القارئ الصغير. مرحبا محمد. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. أنت ما شاء الله تحب القراءة. أكيد. وتحب أيضا كرة القدم. نعم بالطبع. بنتكلم عنهم ثنتين، لكن خلينا نتكلم أول عن القراءة. إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟ حب أقرأ الكتب السير الذاتية، وأيضا في كتب تاريخ، وأيضا روايات. روايات. طيب إيش من السير الذاتية اللي قريتهم؟ سيرة النبي الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الرحيق مختوم. أيوة، بس هذا ما سيرة ذاتية، هذا سيرة نسميها غيرية، بما أنه واحد كتبها عن النبي، مش يعني سيرة ذاتية. هي سيرة يعني سيرة. سيرة. ممتاز. هذه قلت لي إذن سيرة النبي، سيرة أو كتاب عن سيرة النبي. أيوة. الرحيق المختوم. من المؤلف؟ صفي الرحمن. صفي الرحمن. إيش قال عن النبي محمد؟ يتضمن عنوانين، نسبه ومولده ونشأته وكيف عاش، والجزء الثاني حياته النبوية والرسالة التي أمره الله بتبليغها الناس. وأيضا اخترت لكتاب لا تحزن. أيوة. لعايض القرني. نعم. عن إيش أتكلم؟ هذا الكتاب غرضه مكافحة الكآبة، ويتناول الكتاب جانب المأساوي في حياة الإنسان، فيحاول نقلها من الهم إلى السرور، ومن اليأس إلى التفاؤل. أيوة. يحدث الكتاب القارئ مباشرة بأسلوب سهل وسلس، مما يسهل للقارئ أن يفهمه بكل بساطة وسهولة. ممتاز. كرة القدم، تحب كرة القدم؟ نعم. وتلعب بشكل يومي؟ تقريبا هذا شبه يومي. وما يأثر هذا على مذاكرتك؟ لا أنا مقسم وقت طبعا. مقسم وقتك. أيوة. إيش مركزك في اللعب؟ وسط مهاجم. وسط مهاجم. أيوة. وتابع طبعا أكيد الدوريات العالمية. أكيد. إيش يعجبك من الدوريات العالمية؟ الإسباني ولا الإنجليزي؟ الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. تابعهم دائما. نعم. من اللاعب العالمي اللي وسط مهاجم أنت معجب فيه ويعجبك؟ ليونيل ميسي. ليونيل ميسي، هذا هو لاعبك المفضل. نعم. نسيت أسألك، أنت برشلوني ولا مدريدي؟ برشلوني. تحب برشلونة. نعم. في كثير من ضيوف هذا البرنامج إما مدريديين وإما برشلونيين، فصار هذا السؤال مثل لازمة. أيضا أنت تحفظ أشعار؟
نعم خلي لمن تحفظ؟ لأبو مسلم البهلاني الرواحي. أبو مسلم البهلاني الرواحي هذا واحد له قبيلتين طبعا هو اسمين يعني إيش حافظ له أبو مسلم البهلاني؟ إن هيت البرق ذا شجو فقد سهرت عيني وشبت لشجو النفس نيران وصير البرق جفني من سحائبه يا برق حسبك ما في الأرض ضمآن إني أشح بدمعي أن يسح على أرض وما هي لي أرض أوطان هبك استطرت فؤادي فاستطر رمقي إلى معاهد لي فيهن أشجان تلك المعاهد ما عهدي بها انتقلت وهن وسط ضمير الآن سكان. الله هذا طبعا من القصيدة النونية. أيوه. ممتاز. أنت أيضا تشارك في المسابقات الثقافية في المدرسة؟ أيوه. مسابقات إيش؟ مسابقات مثل مسابقة التمارين المعرفية للرياضيات والعلوم وأيضا أولمبياد الكيمياء. أولمبياد الكيمياء. أنت شاطر في هذه المواد؟ نعم. الكيمياء والعلوم والرياضيات. أيوه مواد علمية. تشارك على مستوى المدرسة؟ على مستوى المدرسة وأيضا على مستوى المحافظة. المحافظة. شاركت على مستوى المحافظة؟ أيوه السنوات الماضية. جميل. وأيضا تشارك في الإذاعة المدرسية؟ بالتأكيد. إيش تشارك بالضبط؟ مقدمة. أقرأ مقدمة. أو مقتطفات. أها. وهذه. طيب تخيل الحين في الطابور وأنت تقرأ المقدمة. سمعنا إيش بتقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. يسرنا في هذا اليوم المبارك أن نقدم لكم إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم من الصف العاشر الفصل الثاني. وخير ما نبدأ به في هذا اليوم افتتاحنا بذكر بعض آيات من القرآن العزيز يتلوها على مسامعكم الطالب. أها. والطالب معروف وبعدين وبعدين حديث وبعدين قرآن حكمة. ايوه وممكن يعني شعر. جميل. وايش امنيتك تصبح لما تكبر محمد؟ امنيتي والله اصير مهندس. مهندس ليش اصير مهندس؟ اولا لان هذه يعني رغبتي ميولي في الدراسه. زين. ولان راتب يعني لان راتب عالي للمهندس. نعم اكيد. أي مهندس بالضبط؟ يعني أي نوع من الهندسة؟ مهندس نفط. هندسة نفط. عشان كذا فعلا راتب عالي. أتمنى إن شاء الله تحقق أمنيتك إن شاء الله. والحكمة اللي بتختار لي إياها؟ عندي حكمتين والله. حكمة بالإنجليزي وحكمة باللغة العربية. جميل. نبدأ باللغة العربية. واثق الخطوة يمشي ملكا. واثق الخطوة يمشي ملكا. إيش معناها هذه؟ أن الشخص الواثق من نفسه والواثق من قدراته وإمكانياته لا أحد يستطيع أن يغيره ويحبطه مهما كان. ممتاز. والحكمة باللغة الإنجليزية؟ Never judge by appearance. يعني؟ لا تحكم أبدا بالمظاهر. الله جميل. أنت رائع يا محمد. شكرا جزيلا لك محمد بن علي بن راشد العبري من مدرسة الشيخ ماجد بن خميس العبري بالحمرة على هذه الدردشة الجميلة معك. العفو. القارئ الصغير. القارئ الصغير مع تحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير.